السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة، هذه الليلة ليلة 27. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقومها حق القيام، وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اللهم آمين. في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سنختم القرآن كاملا إن شاء الله. بقي علينا من نقرأ إن شاء الله من سورة الضحى إلى نهاية المصحف. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة الحطمة نار الله الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد. بسم الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم، صدق الله الكريم، صدق الله الحليم، صدق الله الرحيم، صدق الله، ومن أحسن من الله قيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله، وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صدق الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله الذي أنزل الكتاب على عبده، صدق الله الذي نزل الكتاب على عبده، والملائكة يشهدون، وكفى بالله، وكفى بالله، وكفى بالله شهيدا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم آمين. اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وأدخلنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا حكيم، يا رب العالمين، يا ودود، يا غفور، يا لطيف، يا جبار.
يا الله يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا اللهم بفضلك عمن سواك اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لمن حضر هذه الختمة أو سمعها أو أمن على دعائها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا مولانا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء واحفظنا من الوباء وأكرمنا بالدواء وقنا شر كل داء يا رب الأرض والسماء اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد الحرام وللكعبة المشرفة اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد النبوي وللسلام على النبي الحبيب اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم واحفظ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خاصة وجميع بلاد المسلمين عام يا رب العالمين اللهم واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين الصائمين القائمين القانتين المنفقين المتصدقين المحسنين يا رب العالمين اللهم واجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين إلهنا وخالقنا
ومولانا. لا إله إلا أنت سبحانك، ما قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل الكرم والجود. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، يا أرحم الراحمين. يا الله، يا من قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين، يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة، ليلة 27، الحمد لله قرأنا المصحف كاملا من بدايته إلى نهايته بفضل الله وإحسانه وتوفيقه. اللهم لك الحمد، إن أصبنا فمن الله وحده، ومن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. الحمد لله، أسأل الله أن يجعلكم شاهدين لي لا علي. اللهم آمين. كل من حضر هذه التلاوة من بدايتها إلى نهايتها، وكل من حضر ختمتها، أسأل
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهدى وأن يجعل عملنا في رضاه، اللهم آمين. بإذن الله تعالى نلقاكم غدا على خير في نفس الوقت الساعة 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبإذن الله تكون يعني يكون بثا طيبا مباركا فيه من الاستضافات الطيبة. إن شاء الله نستضيف الإخوة الأحبة إن شاء الله غدا وبعد غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظنا الله وإياكم ولا تنسونا من دعائكم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.